طيب معنا الأستاذ عمر علي المهيري رئيس قسم رقابة الأغذية بلدية مدينة الشارجة، هذا عن موضوع المقصب. أخ أستاذ عمر السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله أخوي. إيش حال يا أخوي عمر؟ الحمد لله الحمد لله. أخوي عمر أحد الأخوة باعث رسالة جزاك الله خير، وهذه رسالة متكررة في كل سنة حول استعدادات مقصب الشارقة لمواسم تعرف الذبح رمضان وعيد عقبياي وكذا، ف يعني الأخ باعث ملاحظات كثيرة على المقصب، الحين ما أدري بوين صارت الرسالة، لكن يقول من الملاحظات الكثيرة أنه ازدحام وأن ما شيء تقطيع يدوي وإنما كل التقطيع بالآلي، وأن يقول العمل في المقصب غير منظم والمكان لا يتسع لأكثر من 15 شخص اللي هو مكان الاستراحة يعني، ومكينة قطع واحدة فقط تعمل لقطع اللحم، يعني هذه من مجمل الملاحظات اللي بعثها الأخ. تفضل أخوي عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكر إذاعتكم المبكرة والتلفزيون في الشارجة، وبارك لكم بشهر الفضيل، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسهالة يا رب. بخصوص النقاط هذه اللي ذكرها، نحن بغيت أنوه أنا أن نحن عندنا صالتين ذبح مش صالة حلو وحدة. صالة اللي هي تستلم المواشي الكبيرة إذا كان عندنا ضغط يستلمونها، ومعها المواشي اللي هي الصغيرة، وفي صالة اللي هي تستلم اللي هي المواشي الصغيرة مثل أغنام وماعز فيها، وتكون يمكن الصالة اللي هي يالس فيها يستلم فيها الرئيسية اللي يستلم ذبائح اللي هو الجمهور يستلمون منها. الذبح عندنا ذبح آلي كامل يمشي على خط إنتاج عندنا للذبح من السلام يمشي، وفيها تعرف مثل الأدوات تستخدم اللي هو مثل صلخ الجلد لقطع وهذا، وفيها مثل المشار اللي هو يقطع الذبيحة اللي كانت كبيرة خلف الأك، وإذا كانت الصغيرة تقطع، وبعض الجزئيات اللي هي من ضمن اللي هو عملية اللي هي الذبح فيها التقطيع والفحص البيطري اللي والتقطيع الآلي، هذا أسرع طبعا وأدق يعني وموجود هي، والتقطيع الآلي اللي هو أسرع يسرع لك العملية اللي فيها حسب القطع ورغبة اللي هو الجمهور بالقطع اللي محتاجينها، كانت قطع صغيرة وقطع كبار فيها دومنا. نحن بعد حتى في فترات الأعياد لما يكون خاصة في عيد الأضحى يكون الضغط عندنا، نحدد أن نحن ما نقدر نقطع القطع الصغيرة يطلبها الجمهور، نحددها بأربع قطع رئيسية تتقطع فيها، وهذا السبب الضغط اللي يكون علينا. ما شاء الله الفترة هذه الجمهور تعرف يستعدون، فمنهم اللي يبون يذبحون، وفي غير الشركات اللي هي أصلا تدخل وتذبح في المسلخ المركزي عندنا. صحيح. فهذه النقطة الرئيسية، إن إحنا عندنا اللي هي المكان الخاصة والأجهزة الخاصة للقطع اللي موجودة. بعض الأحيان وبعض الأوقات اللي يمكن الصادف إن الجامع اللي هي الشركات اللي موجودة والناس يجون ما شاء الله من الصبح يعني يرتادون المسلخ للذبح، فيصادف في هالجزئية الوقت، بس طول الوقت نحن مثلا دوامات المسلخ تكون من الساعة 6 الصبح على ورديتين، الساعة 11 والتبديل يكون من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 4 العصر، وهذا اللي بيستمر عليه إن شاء الله في شهر رمضان الكريم. بالإضافة ليوم الجمعة إنه بيكون الشغل من الساعة 6 للساعة 10 ونص، ومن الساعة 2 لغاية الساعة 4. فيمكن صادف الأخ إنه جاء في وقت ضغط عمل، يمكن صادف له هالشيء، بس بعد بعين الاعتبار نحن بناخذ الملاحظات إذا موجودة ونشوفها نتابعها نحن، بس مش بشكل كبير إنه يتأخر اللي هي بشكل مستمر للجمهور عمليات استلامهم لذبايحهم وخصوص. جزاكم الله خير، والله يوفقكم إن شاء الله، ونتمنى لكم كل الخير، وكل عام وأنت بخير يا أخوي عمر، ما قصرت. مشكور مشكور يا أخي للتوضيح، بارك الله فيك. جزيل الشكر الأستاذ عمر علي المهيري رئيس قسم رقابة الأغذية بلدية مدينة الشارجة.